حياكم الله مشاهدينا الكرام من قناة حضرموت، تقرأوا على حضراتكم نشرة الأخبار والتي نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يوجه بصرف تسويات القطاع التربوي والتعليمي بالمحافظة لشهر أكتوبر لحين معالجتها مع الحكومة. وكيل وادي حضرموت يوجه بإبقاء سعر بيع المحروقات ب 600 ريال للتر الواحد في محطات شركة النفط بالوادي وصرف مساعدات مالية للطلاب. أمطار غزيرة على مدينة المكلا وضواحيها مع توقعات باستمرار الأجواء الغائمة على مديريات الساحل. وتتابعونا في النشرة أيضا خبيرة تايلاندية تشهر إسلامها في مدينة الشحر. مرحبا بكم. وجه محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني الجهات المختصة بصرف المستحقات للقطاع التربوي والتعليمي بمحافظة حضرموت لشهر أكتوبر حتى يتم معالجتها مع الحكومة. وأثمرت متابعة وكيل أول وزارة التربية والتعليم مدير تربية حضرموت جمال سالم عبدون مع المحافظ البحسني عن هذه التوجيهات التي تصب في مصلحة منتسبي الحقل التربوي والتعليمي. وتسعى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة للإيفاء المستمر بالالتزامات الخاصة بمتعاقدي ومتعاقدات القطاع التربوي والتعليمي بالمحافظة لاستقرار واستمرار العملية الدراسية في جميع المديريات. ترأس محافظ المهرة محمد علي ياسر اجتماعا لمناقشة تدخلات السلطة المحلية والحلول والمقترحات للتخفيف من معاناة المواطنين نتيجة انهيار العملة المحلية وضبط المتلاعبين بالأسعار. واستعرض اللقاء عددا من المقترحات والمعالجات لضبط المتلاعبين بالأسعار وتنظيم عملية الحصول على المشتقات النفطية والغاز المنزلي. وفي الاجتماع قال محافظ المهرة إن معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار نتيجة الانهيار المستمر للعملة المحلية أمر مؤلم، حيث أصبح راتب الموظف أو المتعاقد لا يفي بمتطلباته الأساسية. وأكد المحافظ بن ياسر ترحيب السلطة المحلية بأي مبادرات أو حلول تساهم في خفض الأسعار. وجه وكيل حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري بعدم رفع سعر الديزل والبترول وإبقاء سعر البيع ب 600 ريال للتر الواحد في المحطات التابعة لشركة النفط على أن تدفع السلطة المحلية بالوادي الفارق. وأكد الوكيل الكثيري على أهمية وضع حلول عاجلة من الرئاسة والحكومة لملف المشتقات النفطية، لافتا إلى أن السلطة المحلية تتحمل دفع مئات الملايين من إيراداتها لدفع فارق سعر البترول والديزل وتمويل مبادرة دعم الخبز. وأشار الكثير إلى خطط السلطة المحلية لتوفير بعض المواد الأساسية بسعر أقل من 50% للمواطنين، إضافة إلى قيام السلطة المحلية بصرف مساعدة مالية شهرية للطلاب في الجامعات وصرفها مباشرة لهم في القريب العاجل. شهدت مدينة المكلا وضواحيها أمطارا متراوحة بين الغزيرة إلى شديدة الغزارة على بعض المناطق مع أجواء غائمة على مديريات ساحل حضرموت. وبلغت كمية الأمطار التي شهدتها المكلا 10.5 مليمتر، في حين تشير التوقعات الجوية إلى استمرار الأجواء الغائمة مع زخات بسيطة من المطر على فترات، على أن يبدأ الاستقرار التدريجي خلال الساعات القادمة. وكانت أرصاد حضرموت قد أصدرت تنبيها باحتمالية امتداد الحالة الجوية لأجزاء من الأرياف الداخلية والهضبة الجنوبية مع تدفق لبعض السيول المحلية من الأودية والشعاب. عقد بقاعة الاحتفالات الكبرى بتربية حضرموت اجتماع ضم قيادات العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات لمناقشة خطة الإعداد والتهيئة والتحضير لاختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري. وفي اللقاء أشاد نائب مدير مكتب التربية بحضرموت صبري بارمادة أشاد بحرص كوادر العمل التربوي والتعليمي ومنتسبيه لإنجاز استحقاقات العملية التدريسية وفق ما حمله التقويم المدرسي الوزاري، لافتا إلى أن القطاع التربوي والتعليمي بحضرموت شهد خلال السنوات الماضية نقلات نوعية في جميع المديريات.
وأكد بارمادا على أن الجميع يدرك حقيقة الأوضاع التي يمر بها الوطن ويعمل من أجل استقرار واستمرار العملية التربوية والتعليمية لمصلحة الطلاب والطالبات، مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارات المدرسية وهيئات التدريس من معلمين ومعلمات لاستنهاج المقررات الدراسية بكفاءة وإتقان. في فعالية توعوية حضرها عدد كبير من النساء، دشنت الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث بالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة، دشنت فعاليات التوعية بسرطان الثدي، وتقام الفعالية للعام الثاني لتوعية النساء بمدى خطورة المرض وأهمية الكشف المبكر عنه، وتأتي هذا العام مصحوبة بزخم كبير بعد تدشين عيادات الفحص المبكر بمستشفى الغيظ المركزي وتشغيل جهاز الماموغرام. وأشاد مدير التثقيف والإعلام الصحي بالمهرة أمين حسن بالدور الذي تقدمه الجمعية الدولية في جانب التوعية من خلال تدشين الفعاليات الخاصة بسرطان الثدي في 5 مديريات بمحافظة المهرة. توج فريق شباب تاربة على فريق شباب بابكر بركلات الترجيح في مباراة اليوم الرياضي الوردي للتوعية بسرطان الثدي التي أقامتها مؤسسة حضرموت لمكافحة سرطان أمل فرع الوادي والصحراء ضمن دور أكاديمية وادي حضرموت لفئة الشباب. وتميزت المباراة بحضور جماهيري من رابطة الفريقين مع دخول اللاعبين بشعار حملة الرياضة أمان من السرطان في اختتام فعاليات الشهر الوردي، بالإضافة إلى عودة مردود دخل المباراة لصالح مرضى السرطان. وأتى انعقاد المباراة للتوعية بسرطان الثدي ضمن حملة شهر أكتوبر الوردي للتعريف بمخاطر أمراض السرطان مع التأكيد على أهمية الرياضة الوقائية من مختلف الأمراض السرطانية. أشهرت خبيرة تايلاندية تعمل في إحدى شركات الأسماك والأحياء البحرية في مدينة الشحر، أشهرت إسلامها أمام الشيخ ياسر بن محمد بعباد، ولقنت الخبيرة التايلاندية تشايانغ جونتون الشهادتين معلنة بذلك دخولها دين الإسلام، وتسمت باسم آية بدلا عن اسمها السابق. واعتنقت الخبيرة التايلاندية الإسلام متخلية عن ديانتها السابقة بعد أن وجدت روح المحبة والتسامح في بيئة عملها، ولامست جوهر الإسلام من خلال تعاملاتها اليومية مع أبناء حضرموت. نتابع الفيديو. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وإنني بريئة من كل دين يخالف دين الإسلام. رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الحمد لله. في ظل الحاجة الماسة والوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، الطفلة منار الخامر خلقها الله بقصور في عظمة الفخذ، وهو ما شكل معاناة كبيرة لها في المشي واللعب وأثناء الذهاب إلى المدرسة والسير داخل البيت. مراسلنا محمد بن فضل وثق المشهد وتقرب عن كثب من أسرة الطفلة منار. التفاصيل في سياق التقرير الآتي. الطفلة منار الخامر ابنة 9 ربيع خلقت مع قصر في عظمة الفخذ للرجل اليمنى، ولله في خلقه شؤون وحكمة،
ولا اعتراض لقدره، لكن هذه الابتسامة في وجه منارة تحمل خلفها آلاف الآلام والمتاعب والأوجاع، فما بين حب اللعب وعيش الحياة ببساطة كبقية الأطفال، تبقى أحلام منار مربوطة بإجراء عملية جراحية أجرت لها في الخارج بمبلغ 15,000 دولار. لكن ظروف الأسرة تقول ليس في اليد حيلة. طبعا منار خلقة من يوم ولدت وعندها قصر كامل في عظمة الفخذ من الولادة، رحنا بها شفنا الحالة حقها، رحنا بها إلى عند الدكاترة، رحنا مستشفى، كانت الفترة هذيك مستشفى المدينة، عرضناها على دكتور العبيدي وشافها قال عظم، في عظم صغير عظمة الفخذ، بس ضروري سفر للخارج. ومن هذاك الوقت نحن نسعى التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى وهي تثبيت الورق حوالي 15,000 دولار أمريكي. البراءة في قلب منارة جعلتها تحلم بأن تكون طبيبة أطفال، فهي تتمنى أن تعالجهم كي لا يذوق الوجع طفل مثل ما ذاقته وهي في ريعان طفولتها. معاناة المشي على طرف صناعي بلاستيكي لطفل مؤلم للغاية أثناء الذهاب إلى المدرسة وركوب الحافلة والدراجة وحتى أثناء اللعب مع الأطفال. منار سوينا لها رجعنا طرف صناعي، رحنا بن سينا مركز الأطراف سوينا لها طرف صناعي حتى تتمكن من المشي. المهم ومشت والحمد لله، بس تلاقي فيه مشقة لأنه ثقيل على رجلها، وحتى يسوى لها ألم في الورق، في ورق رجلها ساعة تشكي أبوي هذا المكان يديني، أبوي هذا المكان يديني. صعوبة يوم نسير في طرف البلاستيكي ومنيتي إني نسوي عملية وتقع رجلي تمام وصارت ريق. وجه رسالتي لياد الخير وأصحاب الخير والإحسان يتكرموا ويدعموا بنتي، نتمكن نسفرها للخارج وتمكن من العملية إن شاء الله، ما هم من شيء ثاني أبدا، إن شاء الله ربنا يوفق ونتمكن من علاجها. التكفل بعلاج ابنتهم كل ما يهم أسرة منارة، فكل أواصر الرحمة مربوطة بهذه الطفلة المكلومة، فهنا قلب يعتصر ألما يستغيث، لعل هناك قلوب رحيمة تغيث، فالراحمون يرحمهم الرحمن. محمد بن فضل لقناة حضرموت الفضائية، غيل باوزير. حالة إنسانية نتمنى لها الشفاء. إذن مشاهدينا الكرام نختم معكم بحالة الطقس المتوقعة بمشيئة الله تعالى.
مشاهدينا الكرام، ختام النشرة إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يوجه بصرف تسويات القطاع التربوي والتعليمي بالمحافظة لشهر أكتوبر لحين معالجتها مع الحكومة. وكيل وادي حضرموت يوجه بإبقاء سعر بيع المحروقات ب 600 ريال للتر الواحد في محطات شركة النفط بالوادي وصرف مساعدات مالية للطلاب. أمطار غزيرة على مدينة المكلا وضواحيها مع توقعات باستمرار الأجواء الغائمة على مديريات الساحل. وتتابعونا في النشرة أيضا، خبيرة تايلاندية تشهر إسلامها في مدينة الشحر. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه النشرة التفصيلية التي قرأتها على حضراتكم من قناة حضرموت، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. ولمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @حضرموت تي في. دمتم بخير وأطيب المنى، وإلى اللقاء.